حسن من البحيرة، اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور انا كنت بكلمك بس ما خلصتش مع حضرتك الكلام. كنت بتكلمني امتى؟ النهارده؟ ايوه النهارده لسه من المكالمة اللي جاتني. انت اللي كلمتني من نجح حمادي علشان السماد؟ لا انا من البحيرة عشان خاطر ارض الاطلاع الزراعي. عشان العقود، حسن من البحيرة اللي هم التلاتة فدان زيادة مساحة. أيوة. من الاصلاح الزراعي. أيوة. وانت انا رديت عليك وقلت لك ان دي بيتم متابعتها. طب بس اسمعني يا دكتور، انا مش دكتور. قطعه مساحه ثانيه شاريها من هنا من جماعه هنا اسمهم عتب الخير، دول فدانين الا تلت. الارض كانت باسم جدهم، فانا عشان خاطر نضير الارض ديت من الاصلاح الزراعي بيقولوا لي عاوزين تعمل اعلام وراثه. طب انا نعمل اعلام وراثه لمين؟ ده انا شاري من الجيل التالي. حاضر موافق. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا عاوز نحيز الارض. مش عارف هتحيزها من غير ورق؟ ما انا دلوقتي هنا الاصلاح الزراعي بيقول لي اعمل اعلام وراثه. طب انا هنعمل. طب انت ما هو ده الورق، ما هو ده الورق يا حاج حسن. حاج احنا دوله بنمشي بمستندات. ده ماشي. ما انا تمام. معايا عقد واخد صحه توقيع على العقد. دي مش بتاعتي برضو. دي في الاصلاح. كل دي مشاكل اصلاح، مشاكل تقنين. دي ماليش علاقه بيها خالص. يعني خلي بالك اي حاجه فيها ارض لازم جهه الولايه تشوف طلباتهم ايه وتنفذها. مفيش مكالمه تليفون او واحد غيري. انا قفلت معاك وقلت الكلام ده من 10 دقائق. يا جماعه اي ارض، اي تقنين، اي هتشتري هيتخصص لك من جهه الولايه. مفيش حد بمكالمه تليفون هيقول لك لا يا جماعه الحاج حسن ما ينفعش يجيب اعلام الوراثه فسامحوه. مفيش الكلام ده. ده زي الورق ده زيه زي شهاده الميلاد، زيه زي البطاقه الشخصيه بتاعت الانسان. انا بقول لك انا محتار نعمل ايه. ما تحتارش، تروح لهم مكتب خدمه المواطنين وتقدم طلب وتشوف الاوراق اللي طالبينها. ما فيهاش حاجه تحير. بشكرك. الاوراق اللي هم طالبينها بقول لي اعمل اعلام وراثه. نعمل اعلام وراثه لمين ولا بتعمل؟ خلي حد من الورثه يعمله. انما دي مش مشكله، ده ورق مطلوب. هو اعلام الوراثه ما هوش صعب. واعلام الوراثه صعب يا حاج حسن؟ لا لو معانا سيبوه، ما تقفلوش عليه. يعني انا بسال سؤال، اعلام الوراثه، اعلان الوراثه ده اجراء عادي جدا وقانوني. فما نفتكرش ان احنا بمكالمه تليفون خلاص ده معايا استثناء. اصل انا اتصلت بالاعلام او اتصلت بالقناه الزراعيه. في حاجه اسمها اجراءات، في اوراق لازم تكون مستوفاه عشان دي حقوق ناس. دي حقوق ناس. هو معاه عقد. معاه عقد. العقد ده مذكور فيه الاسماء البائعين اللي باعوا له الارض. ايه الهدف من اعلام الوراثه؟ ممكن يكون العقد ده مكتوب فيه اسم او اتنين ودول بايعين له وماضيين. طب في حد تاني؟ ما هو يجوز ان في ملاك تانيين للارض والناس دي ما خدتش حقها، ويجوز ان هم بعد كده يطالبوا. فعلى اي اساس يتم منحه عقد الا لما يكون كل الاوراق مستوفاه؟